السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام. نطلع عليكم عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت والقناة الأولى. مشاهدينا الكرام، راح نقعد معاكم إن شاء الله سهرة جميلة من الساعة 10 ولغاية الساعة 11 إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، برنامج الدار دارك دائما يعني لهم اختيارهم في الضيوف المميزين. ضيفنا اليوم مميز، راح أعرف عليه إن شاء الله فيما بعد، لكن في البداية اسمعوا لي أرحب بالأخوة والأخوات من خلف الكاميرات، وهذه تحية أيضا مماثلة طبعا سيارة النقل للأخوان والأخوات، وهذه تحية خاصة مني أنا إلى زميلتي حنان. مساك الله بالخير يا حنان. يا هلا ويا مرحبا فيك فهد، وحياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم المنوع، طبعا السهرة الجميلة الدار دارك. اكيد مثل ما ذكر زميل اخوي فهد ان احنا ان شاء الله نتواصل معاكم من الساعه 10 لغايه الساعه 11، وضيوفنا مميزين، وبكل حلقه ان شاء الله يا رب يعني راح يكون ضيوفنا جدا مميزين يا فهد، وما راح نقصر ان شاء الله مع طبعا المشاهدين فقراتنا الجميله المنوعه. اكيد حنان، يعني اليوم صدق ان في رطوبه، لكن سبحان الله الهواء على نيتنا. يعني الحمد لله لان جينا للبرنامج وجينا للمركز العلمي، احنا موقعنا طبعا في المركز العلمي، جينا للحلقه وكنا خايفين من الرطوبه، لكن اي والله الحمد لله بعد ما قعدنا باللوكيشن الهواء ما شاء الله فيه هواء، نسمه هواء حلوه، واكيد طبعا ضيفنا ويها خير علينا. نعم لكن أكيد بنعرف بضيفنا مشاهدينا الكرام بعد ما نشوف هذا التقرير عن ضيفنا. تفضل. من هو عبد العزيز الحداد؟ هو عبد العزيز علي صالح الحداد من مواليد الكويت، ولد في منطقة الشرق في 14 من يونيو لعام 1950. بدأ حياته الفنية مبكرا عام 1964، تخرج من كلية الهندسة الميكانيكية عام 1977. مثل عبد العزيز الحداد ما يقارب 36 عملا، أخرج 25 عمل وألف 13 عمل. شارك عبد العزيز الحداد الكثير من النجوم والرواد الخليجيين أعمالهم الفنية. حرص الفنان والمخرج عبد العزيز الحداد دوما على اختيار أدواره وأعماله حفاظا على رصيده الفني الذي عمل على بنائه على مر سنوات عمله، واحتراما للمشاهد العربي والخليجي، وحتى يتمكن من تقديم أعمال تناسب جميع أفراد الأسرة. اهتم الفنان عبد العزيز الحداد بالمسرح، وخصوصا المسرح الميلودرامي والشعري الذي يرصد الأعمال الشعرية لشعراء الكويت. فكر من فكر تشيل تحر كل شيء صار مستوى ما يفيد الحكي. كم يوم عود روح للدكان يبلي لنا مايوان، مر على خاطرك تبي حتى اعطيك شوي بكم. ماني رايح، ماني رايح، لو يقطع لابو الوصله وصله ما اطلع اليوم. شو يسوي فضيحتنا قدام الناس؟ شايب مدندل عيونه في القبر، يتزوج بنت عمرها 18 سنه، وخالتي وعمتي ما قال لهم. ايش عندك؟ ايش عندك؟ بتزوج بتزوج. انت ما تعرفني ليش؟ اشوف من اسبوعين وانت برضه. انت عاشقها؟ عاشقها؟ قول لي عاشقها. بابا طبعا الموضوع حكي الناس. عمرك 68 سنه تتزوج بنت عمرها 18 سنه. ابوها نذل الطمع اخذه وحطم شباب بنته بالفلوس. وانت يا ايوه بدال ما تتجوز جوز اخوي الكبير، واحنا عيالك يا ايوه اصب عينا خلينا نتعلم نفيدك باكر. لا تاكل من كبد يا كلب. We'll be right back.
طبعا ردنا لكم مشاهدينا من جديد، شفنا مع بعض هذا التقرير الجميل وضيفنا والنجم الغالي على قلوبنا طبعا المبدع الاستاذ عبد العزيز الحداد، منورنا اليوم في برنامج الدار دارك، حياك الله استاذ عبد العزيز. شكرا يا هلا ومرحبا فيك، شكرا لاستضافتكم وشكرا على هذه الدار، دار جميله ودار دارنا كلنا. شكرا، احنا اللي ضيوف اللي عندك يطول بعمرك، وانا سعيد بوجودي معاك، ويمكن هذه اول حلقه التقي فيك معاك يعني في هذه الحلقه. استاذ عبد العزيز يعني خلينا نتكلم، احنا ما نبي ان ندخل في الاسئله التقليديه ولا لا، نبي نسولف معاك وندردش وابد كاننا قاعدين في دارك. حلو، حياكم يطول بعمرك. انت ما شاء الله عليك يعني لك اعمال كثيره سواء كان في الاخراج او التمثيل او ككاتب، لكن نبي نرجع معاك للزمن الجميل اللي دائما راسخ في ذهن كل انسان اللي هو زمن الطفوله ونشأتك. وين كانت؟ ايه نشأتي ارجع من لفات قديمه جدا. طبعا انا اول ما ولدت كان عمري يوم واحد، بعدين فجأة كبرت ولا عمري 60 سنة واللي بينهم حياة طويلة كانت. طبعا لما كنت نشأتي في لجنة، إذا تلتفت وراك هناك صوب درويش عبد الرزاق، يعني نشأت في هذا الحي، وطبعا كنت في مدرسة كاظمة وبعدين مدرسة الصباح ومدارس. أنا الحقيقة من صغري كنت أحب الفن عن بعد، يعني يمكن أحب نجمع الصور مالت الممثلين، أقرأ كتب صغيرة عن مجلات الموعد ومجلات فكان التمثيل في يعني أحبه عن بعد يعني فعلا. لكن إنه صدف في البيت عندنا كان حسين أخوي له هموم أخرى بالفن، بس أنا ما أدري شنو همه يعني بالضبط. فبدأت أقرأ في أجمع اسطوانات، أطلع مع الكشافة مثلا نسوي نشاطات الأشبال والكشافة، أزور المكتبة، كانت عندنا مكتبة عامة يعني مو مثل الحين، مثلا كانت في مكتبة عامة يم دروازة عبد الرزاق كلنا نروح لها العصاري، يا أما نذاكر يا أما ناخذ كتب نستعيرها يا أما. فكانت نشأتي نشأة، كنت مثلا من الأشياء اللي يخانقوني عليها كنت أحب لبس بنطلون، فذاك الوقت بنطلون وهذا يعني خانقونك، ما انت مشط تستحي تمشط هد مره بنطلون بعد. فبس انا كنت اميل الى ان اقوم اسوي تمثيليات في النادي، اسوي تمثيليات في المدرسه، فكنت يعني مشاركات يعني مشاركاتي كلها اتكلم نشأتي الفنيه بالاحرى، نشأتي الدراسيه يعني كنت حالي حال الطلبه، مرة التاسع، مرة 28، مرة 11، مرة راشدية من حسين أخوي، مرة رفسة من أخوي، يعني تدري يعني الراشدي هذا للتعليم فقط، يعني هذا بالعكس أنا اللي معول راشدي يعني أكيد يعني ما شاء الله. كنت في هذا الحي وأنا من مواليد 1950 14/6 وحبيت الفن من صغري يعني. لك طولة العمر يا رب. الله لك طولة العمر يا رب أستاذ عبد العزيز. طبعا ما شاء الله قاعد نتكلم عن نشأتك، خلينا نتكلم عن نشأة حضرتك بيئة فنية، لو تكلمنا يعني أثرت هذه النشأة بكتاباتك وأعمال الفنان عبد العزيز الحداد. والله حنان، هي أنا نشأت ببيئة فنية في وقت نشأتي أنا، مو هو اللي صار مثل ما قلنا إن حسين أخوي كان يمكن من رواد ومن قاد الحركة الفنية المسرحية في الكويت بشكل أو بآخر. يعني كان انتماء مع المسرح الشعبي وانتماء مع المسرح الكويتي وانتماء مع الفنانين عبد الرحمن الروحي، محمد النشمي. فكان في بداياته أو في منتصف، هو بدأ من بداية من منتصف الخمسينات. يعني يقول لي من 56 57، هذا هذه المرحلة ما لحقت عليها بشكل جيد، لكن لما دخل مرحلة الستينات وبدأ يكتب المسرح مع حسين مع محمد النشمي، كان عندهم يكتبون مسرحية أيامها مسرحية حظها يكسر الصخر. المسرحية هذه أنا أتذكر إنه كان يعني حسين يقعد يم النشمي، النشمي يقول وتخيل حسين يكتب، كان في ثقة بينهم. حسين يكتب مو معناته قاعد يكتب الكلام اللي يقوله، قاعد يكتب من هاجس ما يقول، فيضع مفرداته ويكتب لحظة يا أبو خالد
يوقف يقوم يكتب يكتب, يكتب. فكان هذا شعور خلاني انتمي لحسين. فحسين تكفى بروح وياك المسرح. قال لي لا انت بعدك صغير ما خليك بدراستك. لما جات مرحله ما قبل الصيف بقليل, نعم. قال لي اذا توفقت وطلعت من ال 11 الاوائل, طبعا انسي من 10 نازل انسي, هذا مو ربعي يعني. فالمهم رحت مع المسرح, نعم. فبديت انتمي لك حسين, مو للفن. ما عندنا فنان غيره في نعم. في العائله كلها, العائله ما شاء الله عائله كبيره, لكن كفنان وفي الوسط الفني حسين كان ابعد من انه فنان. كان يعني يلجئ للادب للعلوم وكان على فكره مساعد مهندس بالخمسينات يعني خريج بريطانيا. فرحت ويا المسرح, عشقت المسرح من اللحظه اللي وقفت فيها اول يوم امام الممثلين. من الممثلين مو اي ناس, كان نعم. محمد النشمي, صالح العجيري الدكتور, نعم. كان ايامها عبد الله منيس, محمد القصار, صالح موسى, اسامي ثقيله يعني اسماء, وكانت اسماء مسؤوله مو اسماء والله بس ممثلين اللي يمثلون يروحون. لا ابراهيم الشاهين, محمد المي الله يذكره بالخير, وكنت فبدوا يعملون يسوون بروفات. ما ادري شنو البروفات, بديت اعرف المفردات. البروفا يعني تمرين, التمرين يعني لحد ما وصلت مرحله اني محمد النشمي قال لي تبي تمثل؟ الله هني انا صار عندي مثل حاله الرعب. شنو يعني تمثل؟ توقف على المسرح وتقول بس كلام قدام الجمهور. بس انا كان مونسني اكيد بيصفقون لي, اكيد بيصفقون. فكان هذا الحماس اكيد بيصفقون لي, قعدت اعمل عليه يعني ان شاء الله يصفقون لي ان شاء الله يصفقون لي. بعدين انتميت لي ولا قصه طويله, ان شاء الله في محور حوارنا نسولف عنها علشان مستمتعين معك استاذ عبد العزيز. يعني خلينا نتكلم بكل شفافيه, استاذ عبد العزيز الحداد ما شاء الله عليك مسيرتك الفنيه متنوعه. لو نتكلم على التمثيل ما شاء الله عليك ابدعت في التمثيل, اخراج ابدعت في الاخراج, ككاتب ابدعت في, لكن عبد العزيز الحداد وين يرى نفسه من بين هذول الثلاث؟ والله شوف اول قريبه الى قلبه. لا هو الحقيقه يعني السؤال الحقيقه جميل يطول بعمرك, لكن جوابه في مشكله كبيره. ان انا ارى ان الماده الفنيه اللي تقع بين يديك هي اللي تحدد هويه ما تريد. احيانا انا اقرا نص, النص هذا جميل وابي ممثل, ابي اكون ممثل لكل الادوار. فعلشان تكون ممثل لكل الادوار اللي موجوده لازم تكون مخرج, علشان على الاقل اذا ما مثلت تقود الممثلين, تقود الممثلين. تبي تكون الديكور اللي انت شايفه تبي ديكور من هذا النوع, عشان تبي ديكور من هذا النوع ما تكون تقدر تصير ديكورست, تصير مخرج. والان تقرا ماده اخرى القى نفسي فيها مقدم, لان تعتمد على الماده الحواريه, تعتمد على انك شو تقول وش تقدمها, مدعمه بالشعر, مدعمه بالمثل, مدعمه بالحوارات, مدعمه بكذا, او انه تكون معلوماتيه مثلا مثل ما برامج سويتها مثال الجمهور يسال او احيانا. لا والله احيانا تشوف عمل تبيه فقط للاذاعه, لان هذا يعتمد على منطق الصوت, يعتمد على منطق الاداء, يعتمد على منطق لا ترى انك ما تنشاف علشان توصل للخيال. للخيال احيانا لا تشوف دور مال تمثيل, هذا تربع له تقعد صوت الصورة. انا ابي امثل هذا الدور فتبدا في الاجتهاد فيه. انا اشتغلت حتى ملقن, تعرف ما ضحكت على سالفه الملقن. الملقن اللي هو يحطونه على خشبه قدام المسرح ويطلع منها ويقول حق الممثلين ادوارهم المسرحيات, حتى في المسرحيات حتى اللي سويتها. وهذه طلبتها, اذكر ايام الله يرحمه سيد رشود في مسرحيه الدرجه الرابعه, طلبت ان اكون ملقن لان الشغله ممتعه. الملقن شنو؟ الملقن مخرج تحت الارض, صح. حتى ادائي لما اعدي يقوم الممثل يتاثر فيه, صح. تقول له مثلا يقول له وين رايح؟ يقول له ما علي منك يبا, اقوم انا اسوي هالشكل تحت, ما عليك مني يبا زين, يقوم الممثل يسوي يتاثر فيه. نعم. انت قاعد تخرج. فالحقيقه جواب على سؤالك, انا عمري ما حددت وين انا اقرب. الماده اللي تقع بين يديني
هي اللي تحدد لي تحدد وين أروح. ما شاء الله. نعم أكيد طبعا سعد العزيز المخرج حسين الحداد يعني لا دور في تطوير مهاراتك الفنية. نبي نتكلم عن هالنقطة. إيه لا أنت أودتي شيء يعني الحقيقة مو بس لدور هو الأساس في ظهور لأن حافظ على ظهور الفني من الأساس. يعني حسين كان يرعى كل لحظة في الفن. يعني مثلا أنا أول ما بديت معاه بدأ هو في يعني شفته وهو يكتب المسرح لما كتب يعني مسرحية سكانة مرتة. سكانة مرتة حلو. سكانة مرتة من أجمل ما كتب حسين الحداد وألف. إلا أنه يمكن في الإعلام أنا شفته وبالتلفزيون مكتوب قصة حسين الحداد تأليف وإخراج عبد الحماد الضويحي وهذا مو صحيح لأن هي تأليفه وإخراج عبد الحماد الضويحي لأن حتى اللهجة وحتى الحوار وحتى الشرقاوية يعني كلام حسين وكلام البيت يعني كلام أمي وخواتي وأسرتي وأسلوبنا كله موجود في النص فكان من تأليفه بالكامل. وكان أتذكر عندنا قبل يعني شغلة يسمونها مثل الأكس فيها إضاءة يسمونها أكس بالحوش ويقعد يقرأ علينا يقرأ على أمي يقرأ على خواتي ويصرحون له يعدون له لا هذه الجملة ما تصير كذي وحس الفني موجود عندنا. إلى أن وصلنا مرحلة لما قلت لك دعوني إني أمثل معاهم مسرحية حظي كسر الصخر بدأ يتابني القلق الشديد بديت شو أسوي خدت المسرحية الفصل اللي أنا فيه الفصل الرابع وكان بطولتي كان أوديه المدرسة ويجيب ممثلين كان على فكرة نفس اليوم هو أول لحظة ودعيت فيها كان أول دور تمثل سعاد عبد الله أيضا يعني في نفس اليوم في نفس الشهر في نفس هذه أغنية في نفس اليوم شاعر شاعر فقلت شو أسوي أخرج المسرحية نفسها في المدرسة ومثل لهم الدور ويبت أبو ويبت خوات والزوجة والشيخ الملا كان الشيخ اللي يملك على أبوي وزوجته صالح العياري ويبت واحد يمثل الدور وصلنا مرحلة إن الأهالي قاموا ويوني وقت العطل الفصل هذا يشوفون تمثيلنا ويصفقون لنا لحد ما تمكنت من الدور بعدين رحت المسرح وكان الحقيقة يعني شيء مو عادي انك توقف على الخشبه اكيد وقدام الجمهور وحتى تاخره ما صفقوا لا لا يعني لا استاذ عبد العزيز لها رهبه يعني كبيره يعني أكيد. مقابله الجمهور المسرح لكن انت ابدعت ايضا في الاخراج عدل ما شاء الله في تقرير مجهزه لنا المخرج جار جويهر خلينا نشوفه مع المشاهدين ونرجع ايش رايك تفضل مخرجنا لا يرى عبد العزيز الحداد أن الإخراج عمل أو علم يدرس بل هو حالة تولد مع الإنسان كأي حالة أو موهبة أخرى يمتلكها الإنسان كما ويرى أن الإخراج هو القيادة وأن المخرج العارف بشؤون عمله هو من يدرك ذلك ويدرك أن المخرج هو سيد العمل وليس سيد العاملين الأمر الذي يبعث على الاحترام في أماكن العمل وبين العاملين كان للفنان عبد العزيز الحداد هدف وهو أن يكون مخرجا ورغم تذوقه لحلاوة صعوده خشبة المسرح إلا أنه رفض الأدوار الصغيرة التي كان يعرضها عليه المخرج صقل الرشود وكان يكتفي بمراقبة أدائه ومتابعة أسلوبه في العمل ليحقق حلمه بتعلم فن الإخراج أول أعمال المخرج عبد العزيز الحداد الإخراجية كانت مسرحية طماشة والتي حققت نجاحا مهما ثم توالت الأعمال سواء مسرحية أو تلفزيونية أو سينمائية رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد مع ضيفنا المميز ضيف ونجم لهذه الحلقة طبعا الأستاذ عبد العزيز الحداد يمكن شفنا أستاذي بالتقرير
احد اعمالك في الاخراج. نبي نتكلم اول عمل اخراج يعني خلينا نقول عبد العزيز الحداد قام فيه شنو هو؟ شلون قدرت انك تتميز في اول عمل اخراج لك انت كعبد العزيز الحداد؟ والله سؤال سالفه. انا الحقيقه طموحي اني اكون مخرج من البدايه، لكن انا لما رحت درست خصوصا في الوتره بعد ما مثلت حفله كسر مسرحيه بخور مجاسم بالسبعينات باوائل السبعين شويه صار عندي رد فعل اني ما ابي اكمل تمثيل، ما ضغط من الاهل، روح ادرس هندسه وروح واترك يعني اشياء شخصيه وايد، وصلتني مرحله اني راح ادرس برا. نعم. الكويت. فحتى برا الكويت اثناء دراستي الهندسه كنت اتلصص على المعاهد الفنيه ومعاهد الموسيقيه وكورساتي لحد ما كملت في الدراما. يعني موجود. فلما رجعت بالثمانين 79 هاجس المسرح عايش في ذهني، وبالخصوص اني كتبت وكان معاي هناك سلمان العسوسي، يعني كنا في دراستنا مع بعض. نعم. وكنت اكتب واقرا له واكتب واقرا له ويصلح لي واقول له ويقول لي، وحتى الاغاني الالحان الاغاني كنا هناك نشتغلها مع بعض. لما يعني اتذكر شغله تضحك احيانا والناس اللي ضحك فيها انها كانت بيننا احنا الاثنين وانتقلت الى الخليج كله. يعني مثلا انا اقعد من النوم حق الكورس يلا يا ابو داود صارت المدرسه الحين، اقول انا ماني قايم خلني ماني رايح اليوم. هذا اللحن نفسه يبناه حق طماشه اللي هو يرجع على سؤالك. اول مسرحيه سويتها كانت مسرحيه طماشه. وطماشه كانت طماشه بمفهوم الكلمه، باني انا راد من هناك. اولا عندي شعور بان في البلد هنا طول ما انت تتكلم بمصداقيه وبنظافه وبدون جرح وبدون تقول اللي تبيه، فما خليت مؤسسه او هيئه او افراد او اشخاص او الا تكلمت عنهم بطريقه اللوحات. وكان والممثل طبعا ما لي فضل فيها الكبير، يعني ابي يعني اكو احيانا اشياء عكسيه تدعمك لإجابة. على قولتهم رب ضاره نافعه. نعم نعم. يعني انا لما كتبت المسرحيه قدمت فيها المسرحي مسرح الخليج ايامها 80 وشاط عمري وهذا، فقالوا لي ممتاز ممتاز نعطيك ان شاء الله مبلغ تسوي نخليها نشاط داخلي. فكان وقتها عبد الستار ناجي وياي وكان قاعد يقرا، قال لي لا بس هذا عمل حاول توجد له الوسيله والمصدر انك تقدمه ويجيب لك فنانين. وفعلا عبد الحمال العقل، محمد جابر، غانم شريطي تو وياي كان بيمثل مع المؤسسه اول مره. نعم. بيمثل على المسرح تعال، هدى حماده، سليمان العسعوسي، صالح الحمر، مجموعه من الشباب. مجموعه. اتفقنا. جميل. محمد سريع في اخر لحظه كانت معاكم الكاتب وداد الكواري، لها قصه ثانيه هذه. قصتي اعظم قصه صارت بالبيت. راح تقول لنا تذكرها؟ اقول لك اياها ان شاء الله، سوالف ما راح تخلص الحين. فكان هذا اول عمل اخراجي دخلت فيه، والحمد لله. وكان يعني في المناسبه كان يعرض في نفس الوقت مع باي باي لندن. فكانوا المسرحيتين ماشيين مع بعض بنفس الوقت، وسبحان الله يعني تكافؤ في الجمهور. حلو. بتساوي لم يتوقف العملين. يعني وكنا احنا على نقابة العمال. انما لا شك ان التوفيق كان من الله، لان ممثلين رائعين. اكيد استاذ عبد العزيز، اكيد طبعا حق كل مخرج لا يعني رؤيه وبصمه اخراجيه. حضرتك بشنو تميز استاذ عبد العزيز برايك؟ شنو تميز؟ والله احنا يعني تميزت، انا ما تميزت، انا حاولت اني اكون انا نفسي. اولا اكو شغله، المخرج بالذات هو حاله، يعني المخرج مو وظيفه تتعلمها وتسويها وتسويها. هذا الاخراج التقني، يعني الحين مثلا لما نتكلم عن اخراج اكو مخرج درامي ومخرج تقني. يعني شوفوا خلينا نتكلم شويه عن التلفزيون. بعض المخرجين اللي عنده حس درامي
وعنده حس تقني أو وعي تقني تشوفين عمله مبهر، لأن يسيطر على الممثل، يسيطر على أحاسيس الممثل ويترجم هذه الأحاسيس من خلال كاميرته، سواء في الاقتراب، في الابتعاد، في هجوم الكاميرا، يقوم يترجم. وأكو مخرج تقني يعطيش الصورة المضبوطة بأحسن كاميرا بكذا. أنا بالنسبة لي لما دخلت الإخراج، دخلت الإخراج ب ما بقول بنوعين، بثلاث أنواع ما شاء الله، دخلت الإذاعة ودخلت التلفزيون ودخلت المسرح. كل لهم فرق، فرق فرق سمع الأرض. يعني هم يتفقون في شنو؟ في الحس الدرامي اللي تعطيه الممثل، اللي بالنهاية يوصلك إلى مرحلة المعايشة والمصداقية، اللي مثل ما تفضلت في الأداء. إذا وصلت في الأداء إلى مرحلة أنك توجه الممثل بهذا الحس تكون أنت اطمنت. يعني مثال، لما أخرجت طماشة، مهم جدا أن المخرج يكونون الممثلين اللي وياه على قناعة مطلقة بأنه يستطيع أن يوجههم. نعم، يوجه إحساسهم، يوجه قدرتهم، يوجه يعني تبادل حس. يعني مو ممتاز. لما تروح للتلفزيون أيضا تحتاج إلى نفس الشيء. أنا هجمت على التلفزيون بشكل شوية أخطر من المسلسلات أو أخطر من التمثيليات، لأني أنا تعلمت أو دخلت بعدها مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك. نعم، ودخلت في الأفلام السينمائية مع فتحية سمسم وأخرجتها وكثير من الأفلام السينمائية في فتحية سمسم، وتعلمت الحرفة هناك. لما انتقلت للتلفزيون انتقلت عن طريق ما يسمى الفيلم التلفزيوني، فقدمت فيلم عدنان، قدمت وسمية تخرج من البحر. نعم، لأن السيناريو ماله سينمائي بأسلوب تلفزيوني. تلفزيوني إن شاء الله. فتشوف الصورة مختلفة، القطعات مختلفة، يعني مو مثل التمثيلية ولا هي مثل هذا. فأنا الحقيقة ما أجد نفسي في مكان محدد بالإذاعة. أعشق التمثيل الفردي بالإذاعة. الفردي؟ سويها. والتمثيل العادي سهل جدا، لكن التمثيل الفردي أيضا شوية صعب، خصوصا تمثل أكثر من شخصية في نفس الوقت. صح. طيب حلو، أنت تكلمت عن إخراج الفيلم، خلنا نقول السينمائي والتلفزيوني، شنو الاختلاف بينهم؟ السينمائي والتلفزيوني طبعا الفرق بينهم، احنا ما قهويناك استاذ عبد العزيز. تسلم. يعني تسلم. اللقاء وايد حلو صراحه. سامعنا. تفضل. تسلم. الاخراج التلفزيوني تسلم. يعني هذا السؤال انا سمعته وايد، لكن للامانه يعني افتخر في جوابه لانه ما تجاوب وايد. السينما امر اخر مختلف تماما عن التلفزيون. الصناعه السينمائيه ادواتها مختلفه، الفيلم مالها مختلف، المونتاج مالها اسلوبه مختلف، العرض كاميرا العرض مختلفه، ما في اي تشابه بين السينما والتلفزيون الا ان هذه لها صوره وهذه لها صوره. الان السينما اللي موجوده على الان بداوا يلجؤون الى كاميرات نيكون والكاميرات الحديثه جدا اللي تعطيك صوره تشبه السينمائيه لكنها مو صوره سينما، قد تكون ادق من السينما بس مو سينما، مو هو الشيء نفسه. صوره السينما ما ابي اقول اقل او اجود او احسن، بس صناعه مختلفه. نعم. يعني بدأنا مثلا تذكرون اللي صوره فيها انت، ما ابي اقول انا ب 8 ملي قبل شريط صغير، هذا سينما يتقطع. بعدين احنا وصلنا الى ما نصور في الافلام الوثائقيه مع مؤسسه الانتاج البرامجيه او الافلام بالسينما. نعم. كنا نسويه على 16 ملي. 16 ملي معناته ان بس صناعه مختلفه، الفيلم اصلا ما تشوفه. نعم. الا اذا كان بوزيتيف، بوزيتيف معناته هذا مو احترافي. انك تصور أوكي. وبعدين تشوف الفيلم تقطعه وتعرضه، هذا مو احترافي، لكن هذا نعمله حق الافلام الوثائقيه. حلو. لكن لما اشتغل، مثال اعطيك اشياء بشيء يذكر، اشتغل الفنان الاخ المخرج عامر زهير وسوى او من احد الافلام المميزه فيلم القرار، هذا اللي كنت بكلمك عنه. فيلم هذا صناعه سينمائيه متكامله بمونتاجها بنيجاتيف، وكانت الله يذكرها بالخير تناظر نجيب دعم المونتاج، والاخ ابراهيم قبزرد مساعد المخرج، يعني
كان الفريق الفني فريق سينما ما له علاقة، ما عندنا كاميرا تلفزيونية. ومحطة مهمة بالنسبة لك أيضا، مسيرتك مسيرة التلفزيون الفيلم السينمائي القرار اللي كان مع الممثلة هو القرار. نعم فيلم القرار كان من أشياء اللي، والحقيقة القصة قصة كانت جميلة. على سؤال السينما والتلفزيون، هي صناعة مختلفة. الصناعة هذه الآن انفقدت. ليش؟ خلينا نتكلم بكل شفافية. ليش أستاذ؟ انفقدت مو موجودة بالعالم الآن، قاعدة تنفقد. انفقدت حتى من، ما بقول انفقدت من هوليوود، لكن انفقدت لأن حل محلها كاميرات تؤدي غرض السينما. فما عاد لها داعي من وجهة نظرهم. أنا أحتفظ بوجهة نظري، أنا أرى عمق الصورة في الشريط السينمائي أكبر بكثير من أحسن كاميرا، لأن خلق الحقيقة علمية. إخراجي هذا، هذه ديجيتال، هذاك مو ديجيتال، هذاك فوتوغراف 24 فريم يتحركون قدامك ويعطونك صورة مختلفة. يعني ما أبي أتكلم جانب علمي البيكسلز وهم كم صورة في طب العكس يعني لا يا قصدي مو كثير يعني بالصورة، بالصورة مختلفة. الصورة اللي عندك تلفزيونية صورة 2 دايمنشن فقط، عمقين تروح بالطول والعرض. لذلك قوة الصورة تتضح عندما تضيق هذه الدائرة أو يضيق هذه السلسلة واضحة واضحة. لذلك كاميرتك صارت 4 بكسل 8 بكسل 16 بكسل كل معناته شنو البكسل؟ معناته كل ما أضيقت الدائرة وضحت الصورة. السينما ما تبي وضوح، السينما تبي مصداقية. لكن طبعا هذا ما يعيب الحين يقدمون كل الأفلام السينمائية، مو كلها هذا جزء منها، يقدمونها بالصورة التلفزيونية. فهذا الفرق بين الإخراج، الإخراج التقني التقني، ما أتكلم عن الإخراج الدرامي. الإخراج الدرامي أيضا مختلف لتقنياته ولأسلوبه، لأنك تتعامل مع ممثل تلفزيون أو تتعامل مع ممثل سينما. أيضا هذه الحياة تلفزيون. أنت أستاذ عبد العزيز كل ما تقدمه يصل إلى قلوبنا بكل صدق وشفافية وكل حب. هذا اللي تعودناه من الأستاذ عبد العزيز الحداد. إضافة إلى كلامي، في تقرير أيضا مذهبة لنا المعدة طبعا بلقيس وأيضا المخرج جوهر جوهل عن الفن اللي أبدأ فيه الأستاذ عبد العزيز الحداد. نشوفه ونرجع إن شاء الله. تفضل. عبد العزيز الحداد من بيئة فنية عريقة، فأخوه الأكبر هو الفنان حسين صالح الحداد، هو من مؤسسي ورواد المسرح الكويتي، وقد أفنى حياته لأجل الفن المسرحي وتطوره. تتلمذ عبد العزيز الحداد على يدي أخيه حسين الحداد وعلى يدي الكثير من العمالقة والرواد. مثل عبد العزيز الحداد في الكثير من المسرحيات والتمثيليات والمسلسلات، وقدم أعمالا كثيرة مع نجوم الكويت والخليج والعالم العربي. يعني أنا عرفتك من 6 سنوات عبارة من أول ليلة زواجنا. قولي لي من ذاك اليوم لليوم كم هوشة بهوشة، كم مشكلة بمشكلة، وصيحة وصراخ مع أمي. يعني صرت متعودة على الشيء هذا وين غاش؟ وعلشان أنا متعودة على هالشيء يعني تخليها كذي تسوي فيه ولا تفهمه ولا تقول له أي شيء. أنت تدري إن هذه أمي وأنا ما أحب أكدر خاطرها. يا سعودة هذه أمي وأنا زوجتك خالد بالروضة وثاني هني. هني؟ إيه؟ لا تقولي والله العظيم. لا شوفها والله العظيم ما يستاهل. ليش؟ أمك أمي راحتي بالمصحف علشان حل. رجعنا لكم من يدي طبعا مشاهدينا، سمعنا مع بعض التخت الشرقي وايضا شفنا هذا التقرير الجميل، مسرحيه طبعا الاستاذ عبد العزيز حفها يكسر الصخر. راح تكلمنا عن هذه المسرحيه الجميله. هذه انا غلطان، هذه مو هذا يكسر الصخر، هذه بخور مجاسم. بخور انا قلت لكم هذا يكسر الصخر، هذه بخور مجاسم. بخور مجاسم كانت 70 سنه 70. هذه كانت اول عمل مسرحي لي مع فرقه مسرح الخليج العربي، لان حظا يكسر الصخر أنا مثلتها مع المسرح الكويتي سنة 64. طبعا سنة 64 ما كنا سوايد يعني ما كان أكو ناس كنت فبالسبعين هذه جات بعد مرحلة يعني.
حلو حلو زين. خلنا نتكلم احنا نبي نتكلم عن يمكن حنان تكلم الاستاذ عبد العزيز الحداد عن المسرح والمسرح، لكن سؤال ما ابي اقول يعني سؤال لانه هو يمكن احنا تعايشنا كاعلاميين، ما وجدت صعوبه في اول يعني اول مره وقوفك الى المسرح على خشب المسرح؟ نعم. ما واجهتك اي صعوبه، خوف، ارتباك استاذ عبد العزيز؟ والله شوف يعني الخوف دائما يروح اذا تمكنت من اي شيء، يعني شوف الطالب لما يكون مذاكر مذاكره غير عاديه. ذكرتيني بخوش نكته قريتها اليوم، هذه ياهل تو ايام الشهادات، فالابو يقول وين شهادتك؟ قال له اعطيت وديرانا يخرع اهله فيها. فلما يكون الواحد متمكن من الشغله لاول وهله يمكن يقرا لايه ولا يرتب، يعني يدوب ثواني يمكن اقل من ثواني، لكن بعد هذه المرحله من يتمكن من نفسه خلاص يقول مو عاد يرتهب، يقول ما يدري عن الجمهور. الممثل بعدين يوصل مرحلة المعايشة، إذا وصل مرحلة المعايشة هذه خطرة حتى على الممثل، ممكن يكون أهو ومو أهو يغيب، يقوم ويقول ويتفنن ويبدع ويصير الجمهور جزء منه. فقضية الخوف أنا أقول لك متى تكون؟ لما يكون الممثل مو متمكن من أدواته أو مو متمكن من حفظ دوره. اكو ممثلين يعني شنو اقصد من ادواته او حفظ دوره؟ يعني مثال انا اعطيك ممثل شكرا سليمان شكرا بالعافيه. اكو ممثل يدخل المسرح ما عنده شيء يقوله، لكن عنده ادوات فنيه وعنده فكر وحضور وابداع من نظره جمهور او من حركه او من يعطيك كل شيء. واكو ممثل يمشي بالمل ويمشي صح بالملي مو غلط، بس كل واحد. فانا اعتقد يعني مثال هذه المسرحيه يعني حظي كسر الصخر او بخور مجاسم، مسرحيتين انا اعشقهم واحبهم يعني لان هم كانت بداياتي مع المسرح. واهم شيء حظي كسر الصخر هذه يعني حظي كسر الصخر هذه كانت قبل هذه 64، بعدين الشغله الثانيه اللي هي حظي كسر الصخر كان محكوم عليه مؤبد يعني كسر الصخر يعني. انا الحقيقه ما كنت ابي امثل، بعد ما مثلت بطوله في حظي كسر الصخر ودور كامل وبال 64 ومعها النجوم، يا سلام. تجي تقول لي والله امثل لك دور صغير ولا امثل لك دور كذا، يعني ايامها كان الله يرحمه الاستاذ سمير رشود لما يابنا عبد العزيز سريع الى مسرح الخليج، انا وعبد الله الحبيل وعبد الرحمن العقل وسليمان ياسين وواحد نسيت اسمه ويانا، كان يعني بيرعونا بيهتمونا، فبداوا يعطونا الادوار الصغيره، يعني عبد الله الحبيل عطاه مال الجرايد، عبد الرحمن العقل على اساس تتعودون يعني تعودون. انا ما ابي، ما شاء الله انا ما ابي، انا ابي لان توني طالع فيه، لكن مستعد اعمل الزق الصور في المسرح، اساعد في التلقين وكان هذا ايام التلقين، اسوي اي شيء يبونه، بس ما ابي امثل. وبعدين متحفظ على التمثيل، ما ابي امثل لان مو خايف، بس ودي عندي الحس الاخراجي كان يتغلب علي، ودي اصير، بس ادري ماكو فرصه. نعم. فرصة مخرج عمرك تفضل. راح نتكلم، معلش يا استاذ عبد العزيز، راح نتكلم تحضير، تكلمنا عن التمثيل وعن الاخراج، في فرق بينهم، في صعوبه بين التمثيل وبين الاخراج؟ حضرتك تمثلت واخرجت، فاكيد في صعوبه، واجهت صعوبه، او ان انت حضرتك شو تشوف الاصعب، التمثيل ام الاخراج؟ شوف احنا مثال، انا هذا مثال قدامنا، بخور مجاسم بخور مجاسم هذه كانت مسرحيه ضمن مسرحيات 4 أو 5 مسرحيات بيقدمونها مسرح الخليج العربي، كاتبها رحمه الله عليه محمد سريع، وكان بيخرجها يعني اي واحد، صالح حمدان استاذ الموسيقى الكبير، وعبد العزيز سريع ومحمد سريع او سجل، يعني ما كان، فاستلم جزء منها المرحوم سجل رشود، وكان الدور الشخصيه من الشخصيات اللي هو دور الاصم اللي ما يتكلم، نمسي عليه بالخير، الاستاذ عبد العزيز الطراروه، مو محمد المنصور. عبد العزيز الطراروه مو ممثل،
مدير انتاج مدير يحب المسرح وقلبه على انه ودير باله على انه وكذا، فما في دور، قالوا لا امسك هالدور. فهم الحقيقه قاعد يسوي مراضي وما وده يرفض كلام سقر وعبد العزيز ريح، هذا نجوم الفرقه يعني منصور منصور رحمه الله عليه ما يغدون. فعبد العزيز ريح وسقر مسكوا محمد المنصور واقنعوه بهذا الدور، بان هذا الدور رخم محمد، بس انت شلون؟ انا صار عندي حاله فرح غير عاديه، اذا ببدا امارس الاخراج الان. الله حلو. فنسيت عمري الحين محمد المنصور بيمثل دور الاصم اللي ما يتكلم. فانا ابدا اقط له كرات ومهد له محمد اليوم البس الحذاء طبجه طبجه، وانا اليوم اسوي كذا، اليوم انا بس امهد له. محمد عنده الفطنه وسرعه البديهه والحضور والجمهور، فبالتالي كنت قاعد تمارس الشغله الاخراجيه من فوق الخشبه. اقعد غلط يقوم هو ياخذني اعدل وياه، اسوي اي حركه يبني عليها، فهو يدرك ان الحركه اللي انا قاعد اسويها مفتعله، فيدرك من خلالها ان هذا حلو. المسرحيه بدات 45 دقيقه وانتهت ساعتين و40 دقيقه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله استمرت. وكان هذا شنو دليل ان محمد انت القدره على، وكمل ويانا مريم الغلبان الاستاذ رحمه الله عليه رحمه الله عليها علي المفيد رحمه الله عليه، يعني مجموعه مو عاديه كثيره ما شاء الله عليه. انت سفير وتستمر الايام وانت سفير ولا زال انت سفير، لكن انت دائما انا اقولها انت سفير لفن الكويت. تسلم شكرا لك. يطول بعمرك. في تقرير بمسلسل انت ايضا اديت دور السفير، يعني انا فعلا اطرح لك سفير وانت سفير، وايد عجبني هذا الدور، خلينا نشوفه مع المشاهدين. يعقوب ايش قاعد تسوي؟ لحظة ايش قلتي؟ انا ما قلت، انا سألتك ايش قاعد تسوي؟ قاعد اكتب نوت واشياء لازم ما انساهم، بعدين اكو اشياء تنبيهات وملاحظات لازم اقولها حق السفير اللي بعدي علشان اسلم للمهمة بدون قلق يعني، وهذه الاشياء لازم اكتبها. والله يا يعقوب ما شاء الله عليك، طول عمرك حريص على شغلك ومنظم. والله يا وداد هذا أقل شيء أقدر أسويه حق البلد اللي هيئتني علشان أكون أنا في هذا الموقع. ما نصدقين رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. طبعا شفنا مع بعض سعد العزيز مسلسل وتستمر الايام اللي اشادوا فيه النقاد، وحضرتك يعني كان في دور يعني كبير من الجهد ومن التعب، تكلمنا عن هذا الدور وعن الرجل اللي كان يعاني مع مرض السرطان طبعا وزوجته اللي تخلت عنه. والله هو اللي صار الحقيقه انا بس اجمل ما في اجمل ما في هذه القصه انها مربوطه عندي في قصه اخرى بعيده. مسلسل الدكتور أول مسلسل أمثله بحياتي. نعم. كان مع الأستاذة حياة الفهد. وهي اللي انتقتني بهذا الدور، وكان فعلاً إضافة بالنسبة أو مو إضافة بس كانت بداية مسيرتي التمثيلية في التلفزيون. العلاقة بين هذاك وهذا العمل علاقة الحين نحسها، يعني في يوم من الأيام أنا تلقيت مكالمة من عبد العزيز الأخ عبد العزيز مسلم. قال لي ابو محمد انا عندي شخصيه
قرأتها وأعتقد أنت الشخص المناسب لها. فإذا تتفضل. قلت له حاضر يعني، بس ما أدري شنو خلفيات المسلسل، شنو اللي صاير، بس وافق خذت العمل. أنا بالنسبة لا يعني أعرف إنه واحد لما فنان يعرفك من طفولتك لليوم ويعرف تاريخك ومسيرتك ويتنقص لك دور لا يمكن يكون يخطئ، وواحد على مستوى إنتاج عارف شغله وعارف كذا. فبالتليفون أنا قلت له اعتمد إن شاء الله. إحنا يعني بالفعل يعني إحنا شفنا المسلسل كان من أبدع يعني وأجمل المسلسلات اللي قدمتها. أنت ما شاء الله عليك يعني في كل ما تقدمه أنت مبدع. إحنا وصلنا معك الختام، يمكن هالساعة مضت معانا بسرعة من جماليتها من 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 يعني روح حلوة. احنا قعدنا 10 دقايق الحين مرت الساعة. فشكرا لوجودك معنا استاذ عبد العزيز، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. شكرا لوجودك معنا. انا شاكر لكم وشاكر لاستضافتكم، والحقيقه انا يعني افرح عندما اظهر من خلال شاشه تلفزيون الكويت، يعني شرف كبير ومكانه. وشكرا لاسلوبكم في التقديم الجميل الرائع. شرف لنا يا استاذ عبد العزيز. شكرا لكم وشكرا للمخرج وفريق عمله، وشكرا لتلفزيون الكويت. يعطيك الصحه والعافيه ما قصرت. طبعا اكيد مشاهدينا وصلنا الى ختام حلقتنا. في الختام اشكر ازياء جاز ساره على هذه الازياء الجميله، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقه جديده. انا ابي اشكر ايضا مشاهدينا الكرام والده حنان الفرج اللي قدمت لنا هذا طبعا القهوه والشاي. شكرا لمتابعتكم لنا طوال هذه الساعة. ألقى لكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. حتى بذلك الحين أترككم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله. مع السلامة.